السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مشاهدينا الكرام أينما كنتم نحييكم في هذه السهرة التي من خلالها سنسلط الضوء على فعاليات ملتقى الموسيقى التقليدية الذي أقيم في ولاية السويق ونظمه مركز عمان للموسيقى التقليدية بوزارة الإعلام. ويعد الاهتمام بالتراث الموسيقي العماني ضمن سياق المنظومة الثقافية التي تدعمها وزارة الإعلام ممثلة بمركز عمان للموسيقى التقليدية الذي يعتبر من أبرز المراكز المتخصصة بجمع وتوثيق ودراسة الموسيقى التقليدية. وتأتي إقامة مثل هذه الملتقيات المتنقلة بولايات السلطنة ضمن إطار هذا الاهتمام، ونحن بدورنا في هذه السهرة سنقترب أكثر من الخصوصيات والأساليب الإبداعية للفنون الموسيقية التقليدية التي تتميز بها ولاية السويق وغيرها من ولايات عماننا الحبيبة. الرزحة لا للعود من أنواع الرزحة وتمارس في معظم ولايات السلطنة، وتتألف من عدة صيغ لحنية وشعرية تعرف كل منها باسم أو مكان صاحبها. ولرزحة لا للعود شكلها الخاص، حيث ينتظم المؤدون في صفوف متقابلة يتحرك بينها ضاربو الآلات الإيقاعية والمبارزين بالسيوف. Oh!
ونا. من الفنون الغنائية التقليدية المميزة للمجتمع البدوي العماني، يؤدي شخص أو شخصان من البدو في أوقات الليل للسمر أو على ظهر ناقته وهو في سفر. اقسم الفاعي ويا شوب الحشا سويته اقسم الفاعي شو الحشا سويت وش بالحشا سويت اللي خليتني ملتاعي ويا خليتني ملتاعي ملتاعي ومن علتي تردد الأسياعي ويا تردد الأزياعي وينتي أم أمضي الأزياعي وين تردد رمال الدمعي
شر وحرم الشوباني. يؤديه البحارة على شكل مسيرة غنائية احتفالاً بسلامة الوصول، كما له شلات عديدة تجمع بين الجد والهزل. يؤديه بحارة السفن التجارية أثناء العمل على ظهر السفن، فلكل عمل يؤديه البحارة شلته الخاصة، وهي كثيرة ومتنوعة. وفي كل الحالات يختتم الشوباني بأداء المديمة للتسلية والتعبير عن السرور والابتهاج. Thank you.
لبنانة أو حنة العروس، فن موسيقي تقليدي يمارس بمناسبة حنة العروس الذي يسبق يوم الزفة. يؤدي لبنانة مجموعات موسيقية تقليدية محترفة مختلطة رجال ونساء. Yeah.
داندان. الداندان تسمية لها دلالات فنية متعددة في الموسيقى التقليدية العمانية على مستوى الصيغ أو أساليب الأداء. فالداندان لفظ قد يستهل به الغناء كما يدل على نمط موسيقي. والدان الذي نحن بصدده الليلة هو من ولاية السويق، ويشترك في أدائه كما في العديد من الولايات المجاورة النساء والرجال في مناسبات الأعراس بالعزف والأداء الحركي والغناء بنصوص شعر المسبع بصفة خاصة. وتعنيني Yeah.
الشحشح. يشترك الرجال والنساء في أداء هذا الفن الموسيقي التقليدي، ويمارسه موسيقيون تقليديون محترفون في المناسبات الاجتماعية المختلفة كالأعراس وغيرها من المناسبات السارة في عدد من ولايات منطقة الباطنة والشرقية. وللشحشح أكثر من شكل، فتؤديه بعض المجموعات بطريقة الصفين المتقابلين يتحرك بينهما الطبالين، أو جلوساً على شكل نصف دائرة كما في بعض الولايات. Oh, yeah.
الفنون الموسيقية التقليدية العمانية كثيرة وزاخرة بالثراء والتنوع، ولكن سهرتنا الموسيقية التقليدية لهذه الليلة وصلت إلى نهايتها، وعلى أمل اللقاء بكم تقبلوا مني ومن القائمين على هذه الفعالية أجمل التحيات وتصبحون على خير.